ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلاد الرؤي. اليوم راح نعمل نزالات بين البلابل الأصلية من تاكاراتومي الأصل الياباني ضد الأصل الأمريكي من هازبرو. طبعا الخلاصة أو على السريع إيش الفرق بيناتهم؟ هازبرو بتقيم الحديد من البلابل ولكن بتحط وضعية سلينك شوك بالقاعدة إضافية وعادة ما بتكون موجودة ببلابل تاكاراتومي، ومرات شوي بتغير بالألوان، بس هازبرو بتركز على إنه تخلي السعر تبع البلابل يكون رخيص ويكون متناول أيدي الجميع. أما تاكاراتومي فبتركز على الجانب الاحترافي للاعبين المحترفين. والنزال الأول تاكاراتومي ضد هازبرو، ونقطة للتاكاراتومي الياباني. الجولة الثانية هاي الأمريكي هذا الياباني، خلونا نشوف مين راح يفوز. فهازبرو بتعوض الحديد اللي بتقيمه من اللاير لتوفر من السعر وتخفف وزن البلبل بوضعية سلينك شوك مختلفة بالقاعدة. هلا في بلابل مختلفة شوي، مثل اللي هي ما حطت السلينك شوك بس غيرت شكل من قواعده. عندكم ملاخيل زادت الطول اللي برتفع فيه، وكمان نقطة للتاكاراتومي. البلبلين بالوضعية الهجومية، خلونا نشوف مين راح يفوز. سلينك شوك، اوكي سلينك شوك هازبرو بخلي البلبل يكون سريع ومجنون لانه اخف وزن، وبرضه بتكون قاعدته مستقيمة اكثر وحتى مرات مرتفعة اكثر. واكتبوا لي بالكومنتات انتم مين بتشجعوا، نسخة تاكاراتومي ولا نسخة هازبرو من كل البلابل. واكيد يعني اذا بتلاحظوا الاخير مثلا في بعض الرسمات الستيكرز، في اشياء بتطبعها في اشياء ما بتطبعها، في اشياء بتزيدها هازبرو في اشياء صار شو. والفائز هو تاكاراتومي بكل الجولات وبكل الوضعيات. وعلى فكرة نسخة التاكاراتومي أتقل بأربع جرامات. حان وقت اللهيب النفاث، التنين بالدوران يميني ووضعية التحمل، فنفس الاشي. الفرق الوحيد هو انه درايفر تاكاراتومي بجداش صعب ينفك، وكمان بالنص فيه قطع ذهبية معدنية، اما هازبرو بلاستيك. وفرق الوزن برضو 3 جرامات. وفي بلابل بتقيم هازبرو منها المطاط مثل ما عملت مع البراثن. واي حدا حابب يعرف تفاصيل اكثر عن اي بلبل معين يشوف فتح العلبه من هازبرو او من تاكاراتومي رح تعرف التفاصيل اكثر بين الفروقات. اوه فريم وول بلشت تقحط بالحلبه. الوضعيه الهجوميه بالتاكاراتومي والهازبرو سلينك شوك. خلونا نشوف. وزي ما شايفين بلبل هازبرو للأسف عم بترنح، بس فاز هالجولة. دفاع يساري تاكاراتومي، هازبرو سلينك شوك، اوكي. اوه البلبل عم بفقد السيطرة. مش طبيعي البلابل مش عم بسيطر عليها مع السلينك شوك تبعت هازبرو هاي. البيرسو سوبرز كمان مستفزين، خلوكم تعلقوا بجهاز الاطلاق. ورجعتهم تحمل لا اقدر اسيطر عليهم. والفائز هو نسخة التاكاراتومي براثن الوحدة. هلا هو من نوع التحمل، ولكن التنين لما يكون سرعة اطلاقهم كتير كبير بصيروا هجوميين. وحتى تبع هازبرو في وضعية سلينك شوك بتخليه يصير هجومي. فخلونا نشوف. هلا المفروض انه تبع تاكاراتومي يخسر لانه مطاط وبيأثر عليه سلبي. مش شايفين فاز تبع هازبرو لانه بس بلاستيك، ولكن لسه تنانين بتتحرك موجوده. اوكي هازبرو تاكاراتومي. طبعا فرق الوزن بين هالبلبلين هو واحد منهم الهازبرو 43 والثاني 51، ففرق 8 جرامات تخيلوا. وتبع هازبرو اصلا بيجي من دون فريم بروف الخضرة زي ما شايفين عم تضوي. وكمان نسخة توي برو من براثن الوحدة رح ينزلوها رح تيجي من دون فريم، وحتى سيف الوهاج نزلوا توي برو من دون فريم، بس صراحة الفريم بتضر أكثر من ما بتفيد بمعظم الأوقات، فعادي. أوف وهي المرة فاز التاكاراتومي. هازبرو أوبس أوكي. نسخة هازبرو بالسلينك شوك، وطبعا جبت حلبة مغلقة لأني عارف شو رح يصير، رح يضل يطلع برا الحلبة. اوه وبرست فينش، مبروك للتاكاراتومي، جمع 3 نقاط وفاز. وبين الحلبة المغلقة موجودة عندنا
الشجاع البركاني. خبطوا الحيطان كلياتها، ما ضلش ولا حيطة ما خبطوها. تكارا تمي هازبرو يلا. تكارا تمي خبطة قوية من تكارا تمي وبعرفت فنش. وعلى فكرة فرق الوزن بيناتهم 10 جرامات، وهلا راح نحط هازبرو بالسلينك شوك بآخر جولة إذا معهم فرصة يفوزوا. تكارا تمي هازبرو سلينك شوك. على فكرة أنا بحب شجاع البركاني تبع هازبرو بهاي الألوان أكتر من تبع تكارتمي صراحة. هلا اللي بده يحصل على نسخة هازبرو بنفس ألوان الأنمي لازم يشتري العلبة حلبة مع أخيل وشجاع وهيك عشان تحصل على لونها سيلفر، بس برضو بيجي بلاستيك. فالفائز هو التكارتمي بكل أوقات. تخيل فرق 10 جرامات، 11 جرام فرق هلا مع قلابل السيوف. أوه كأنه الهازبرو أخذ نقطة. نقطة للتكارا تمي. السيف الحديدي المتحرك مفعل بكل البلبلين. والهازبرو اخذ نقطة. 11 جرام هذاك قتل منك وعم تفوزه ليش؟ مش عارف. بس سيف التيربو بحبه كتير لانه واحد بلابل اللي حطم الارقام القياسية باليوتيوب. سلينك شوك هاي ممكن يصير في بيرس. نقطة للتكارا تمي تقريبا 2-1 اظن. طبعا البلبل بنط انه غير متوازن. نسخة الهازبرو فازت التكارتمي. هذا أول بلبل من هازبرو بيفوز. وعلى فكرة بيجي عليه السيف مصنوع من حديد ولكن جزء منه حديد، مو كله حديد مثل التكارتمي. مثل سيد الرهاب عملته بنسخة عليها حديد ولكن ما حطت كل الحديد الموجود. هذا الجولة بالحالة المغلقة نشوف كيف راح حطموا بعض. اوكي بهاي الحالة وزن التكارتمي فاد وقدر يفوز، ولكن بالحلبة الهجومية صراحة الهازبرو كان متفوق. سيف الدرب الهازبرو الاسطوري اللي كان يكسر بلابل. الخفاش المحطم. اوكي هلا شوفوا هدول ما عندي اياهم بالضبط ببعض. اوكي الخفاش المحطم هذا عندي كل قطعة اصلية من تكارتمي ما عدا الفريم من سيد الرهاب، وكتير مشابهة لتبعت تكارتمي لانه بيجي بعلبة حظ فيعتبر تكارتمي. ولكن هذا عندي اياه بنسخة الهايبر سفير. هازبرو نزلته بدرايفر نفس هذا وكمان نفس الحديدة، بس حتى نزلته بدون الفريم النادرة. بس هايبر سفير ضد النسخة العادية طبعا بيجي من دون حديد. والفرق بيناتهم برضه 10 جرامات. يلا هايبر سفير اهجمي اجنحة تكارتمي اقضي عليه. ضل عنا اخر نزال مع الوميض ونسخة التكارتمي فازت. نعمل جولة بالحلبة المغلقة. طلعته باقوى اطلاق باقوى جهاز اطلاق البلبلين طلعته هيك. انا حاسس تكارتمي ممكن يعملوا بيرست. ضربات الهايبر سفير القوية. الوميض الجارح. اوكي انطلق بقاعدتك المطاطية على شكل نجمة، اما من هازبرو فهي مستقيمة ورسمين عليها نجمة. اللي بيشوف فتح العلب رح يفهم شو قصدي. بس يعني فتح العلب بنسخة هازبرو بنسخة تكارتمي. اوكي ونقطة للتكارتمي، ورح نحط كمان شوي هذا بالسينك شوك رح يصير طويل وهجومي مجنون رح نشوف. هازبرو تكارتمي بيرس فينيش سلينك شوك اخدي عليه. صحيح كم فرق الوزن بيناتهم نسيت اقيس او حكيت لكم مش عارف، بس كاني سرحت بنص الفيديو. اوكي طبعا لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو اذا عجبكم، تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس على كل الاشعارات لتكونوا اول ناس بتشوفوا فيديوهات جديده. بس انزلوا مبروك للتكارا تمي، ولكن رح نعمل كمان جوله بالحلبة مغلقة. والفرق بيناتهم 9 جرامات. سلينك شوك فينش وضل في سلينك شوك بالموضوع. فبلبل هازبرو الوحيد اللي قدر يفوز اللي هو بلبل سيف التيربو الاسطوره اللي كسر بلبل عندي وحطم ارقام قياسيه بالمشاهدات، اما بقيت بلابل في نسخه تكارتمي تفوقت. بس بدي احكي شغله، لا تنسوا انه هازبرو بتركز على المتعه. زي ما شفتوا بلابلهم كان بيعملهم بيرس، فلما نازل هازبرو ضد هازبرو بصير في بيرس متعه، بتعمل تقنيات حلوه وجديده. بالجزء الاول والجزء الثاني كانوا متشابهين يعني بس اختلافات بسيطه، بعدين بالثالث في بعض البلابل متشابهه في بعض البلابل لا. بالجزء الرابع عملت تقنية هايبر سفير، بالخامس عملت السبيد ستورم، وبتضلها تعمل تقنيات مسلية لتحاول تخلي السعر رخيص. فبس بحب الشركتين، وبالعكس
مين صح له يكون عنده نفس البلبل بطريقتين مختلفتين من شركتين. فبالعكس نحن المستفيدين وعندنا نوعين نختار منهم.